تفضل السي رشيد. السيد الرئيس، اليوم هذه جلسة دستورية، وجلسة اليوم مع الأسف كنعطيو واحد الصورة للمواطنين والمواطنات اللي كاين أولويات اللي خصها تطرح. اليوم أعتقد لا مجال للمزايدات، أرجوكم. الناس راها كتعاني في صمت وكتنتظر أجوبة اليوم منا كبرلمانيين وكحكومة. السيد النائب قدم نقطة نظام في إطار القانون الداخلي، كنتمنى يتدرس في المكتب ويتاخذ قرار نهائي ونتجاوزوا هادشي رجاء وشكرا.